given the points متك 2 points find a position vector for هاي البوينت الام وهاي الفكتر هاي كأنما رياضيات لحد الآن ماكو أي شيء مجالات أوكي فجدا سهلة position vector معناه لازم نسوي vector between the origin وهاي النقطة الام والنقطة T فسوي لك إنه position vector كما في الحل اللي عندك هنا تحاول نفس ما قلنا تحاول بيدك أوكي unit vector from M to T unit vector from M to T يعني أنت لازم أول شيء شو مطلع مطلع فيكتر من M إلى T لما قلنا نطلع فيكتر من M إلى T شو لازم نسوي تنقص أحداثيات T من M يعني مباشرة إذا أريد أطلع هسه فيكتر شو نسميه مثلا راح أسميه هنا A M T يعني من M إلى T شو هتقول تقول أحداثيات ال T ماينس ال M فناقص 4 ناقص 2 شو هتعطيك ناقص 6 باتجاه الاي بار اكس ناقص 2 ناقص ناقص 1 ايش قد راح تعطيك ناقص 1 اللي هو ناقص اي بار واي بعدين 6 ماينس 1 راح تعطيك شنو 5 باتجاه الاي بار زد هذا هو الفكتر من ام الى تي اذا نشيك هنا هنا بشكل صحيح مطابق الى هذا الحل بعدين شنو يلا تقدر تطلع اليونت فيكتور طلع اليونت فيكتور اللي هو تاخذ هذا الفيكتور الاصلي تقسمه على شنو على الماجنتيود مالته اوكي فيطلع اليونت فيكتور فبعدين انه تاخذ شنو مطلوب ديستانس فروم ام تو تي هو نفس الديستانس هو نفس اي ام تي الفيكتور بس هو يريد ديستانس اذا لازم تطلع له الماجنتيود اللي هو راح يطلع 7.84 متر بين البوينت M والبوينت T. الاكزامبل الثاني مطيك انه given vector A يساوي لنا A bar X زائد 3 A bar Z and B يساوي لنا 5 A bar X زائد 2 A bar Y ناقص 6 A bar Z. احسب الماجنتيود مال حاصل جمعهن ماكو اسهل من عندها هاي عليك 5 A ناقص B يعني كونستنت مضروب بالفكتر A فبعدين تنقص من شنو من B فانت لازم بالبداية الخمسة تضرب B من بهذا الفكتر وبعدين النتيجة شنو تنقصها من B ماكو أي مشكلة الفرق C the component of A along A bar Y the component of A مركبة A along a bar y يعني عندك هذا a bar x نفس ما ذكرنا a bar y a bar z عندك هذا ال a مثلا خلينا نقول هو هنا مكانه هذا ال a هو شنو يريد يريد components of a along when a bar y اللي هاي components فالسؤال إلك شلون تطلع كومبوننت لفكتر على فكتر ثاني يا عملية سويها تعلمناها بالفكتر الدوت برودكت صح لو لا اللي هي A دوت ويا من دوت A bar Y أوكي هاي راح تطيك شنو the component of A along شنو A bar Y فلما نسوي الدوت برودكت راح نشوف انه اصلا بديهيا راح نشوف انه هنا الفكتور A ما بي اي شنو اي كومبوننت باتجاه من باتجاه الاي بار واي كلها متعامدات ويا من ويا الاي بار واي فلما نسوي الدوت شنو راح تحصل اكيد راح تحصل صفر فيقول لك هنا از اي واي يساوينا صفر ماكو اي كومبوننت نعم النقطة الأخيرة unit vector اللي هو فرق D along 3A زائد B فأكيد تسأل نفسك شنو لازم الخطوة الأولى اللي أسويها الخطوة الأولى أنه أكيد شنو 3 تضرب بإيمان vector A والنتيجة بعدين يلا شنو تجمعها مع شنو vector B بس هل انتهى الحل لا ما انتهى لأنه شنو يريد unit vector فبعدين النتيجة تقسمها على شنو على
المحصلة أو اللينث اللي هاي سي. يلا طلع شنو يونت فيكتور. نفس ما ذكرنا جميع هاي الأمثلة تحلها من البداية، ما تعتمد على الحل الموجود وتقول هذا سهل، لا انت حلها وشوف انه تحصل نفس النتيجة او لا.